معاك في سنة أولى. النهارده إن شاء الله عندنا نستكمل مع بعض باقي المادة الرابعة بتاعتنا مصر التانية. النهارده عندنا الدرس الرابع الدولة الحديثة. سابق وأخدنا مع بعض في الوحدة الأولى أخدنا عصر الدولة القديمة وأطلق عليها عصر بناء الأهرامات، ودي شملت الأسرات من 3 لـ6، وتعرفنا مع بعض على أهم البنوك وأهم أعمال. وأخدنا عصر الدولة الوسطى، دي شملت الأسرات 11 و12، وتعرفنا برضه أيضا على أهم البنوك وأهم أعمال. النهارده باذن الله هنستكمل مع بعض الدرس الرابع في الوحده بتاعتنا الدوله الحديثه، وده شمل الاسرات من 18 لـ20. يطلق على عصر الدوله الحديثه عصر المجد الحربي. يجينا سؤال بما نفسر يا سنه اولى، يطلق على عصر الدوله الحديثه عصر المجد الحربي. الاجابه بسبب اهتمام الوكهاء باتساع القوه، فخاضوا العديد من المعارك وحققوا انتصارات على اعدائهم. في الوقت دوت حاول العديد من الاعداء ان هم طمعين في مصر، مين هم الاعداء في الفتره ديت؟ كالهكسوس والحيثيين، واستطاع ملوك الدوله الحديثه يكونوا اول امبراطوريه في التاريخ. الامبراطوريه ديت امتدت يا سنه اولى في قارتي اسيا وافريقيا. طيب تعالى نشوف مع بعض الامبراطوريه دي شملت ايه؟ شملت عندي بلاد الشام، بلاد ما وراء النهرين اللي هي العراق حاليا، ايضا بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. تمام، يبقى شملت عندي الامبراطوريه بلاد الشام، بلاد ما وراء النهرين العراق حاليا، وبلاد بونت الصومال حاليا. طيب نسال مع بعض، ما المقصود بالامبراطوريه؟ الامبراطوريه هي دوله كبيره متراميه الاطراف تسيطر على اراضي وشعوب متعدده بفضل قوتها العسكريه والاقتصاديه. زي ما احنا متعودين مع بعض في كل دوله بناخد اشهر ملوك الدوله. النهارده هنكمل مع بعض اشهر ملوك الدوله الحديثه، وهنتعرف مع بعض يا سنه اولى على اهم اعمال. هناخد اول ملك عندي الملك احمس الاول. احنا خدنا عرفنا مع بعض في الدرس اللي في السابق ان الملك احمس الاول استطاع هزيمه الهكسوس باستخدام العجلات الحربيه، لذلك يعتبر هو مؤسس الدوله الحديثه نظرا لما حققه من انتصارات على الهكسوس. لولا ان احمس خلصنا من الهكسوس ما كانتش قامت الدوله الحديثه. طيب نشوف الملكه رقم 2، الملكه حتشبسوت. الملكه حتشبسوت من اشهر نساء مصر وملكتها. يا ترى الملكه دي حكمت قد ايه؟ هنلاقيها ان هي حكمت 20 عاما، وتميز عهدها بالسلام والامن والاستقرار، فلم تكن تميل الى الحروب. طيب يا ترى ايه اعمال الملكه حتشبسوت؟ اهتمت بالتشييد والبناء، واقامت مسلتين شاهقتين، ودلوقتي لو انت تحب تزورهم هتلاقيهم موجودين في معبد الكرنك. ايضا كونت علاقات تجاريه مع الدول المجاوره. طيب ما المقصود بالعلاقات التجاريه؟ ان هي حاولت ان هي تعمل علاقات وتبعث بعثات تجاريه الى الدول المجاوره لمصر. طب يا ترى ايه هي؟ زي ايه يعني؟ بعثت بعثتين تجاريتين الى بلاد بونت. طيب يعني ايه بعثه تجاريه؟ هي مجموعه بترسل للقيام بعمل تجاري يساعد على توطيد العلاقات التجاريه بين الدول. طب لما يقول لك دلل، كونت الملكه حتشبسوت علاقات تجاريه مع الدول المجاوره، حيث ارسلت رحلتين او بعثتين تجاريتين الى بلاد بونت، وذلك لجلب البخور والعاج والاحجار الكريمه والاخشاب وجلد الاسود. الملك اللي بعده سنة أولى، الملك تحتمس الثالث. الملك تحتمس الثالث ده ليه كتير جدا من الأعمال. طيب يا ترى إيه هي أهم أعماله؟ الراجل دوت يعتبر الملك دوت من أعظم وأقدر ملوك مصر الفرعونية في الحرب والإدارة. طيب يا ترى الملك ده عمل إيه في مجال الحرب؟ قال لنا أول واحد قسم الجيش إلى قلب وجناحين، أيضا اقترح بالمفاجأة. كمان أسس أسطولا قوية سيطر به على الجزر الموجودة في البحر المتوسط وساحل فينيقيا أو لبنان، وانتصر على أمير قادش في معركة مجدو الشهيرة. أيضا ثبت حكم مصر في بلاد النوبة، وأقام أقدم إمبراطورية في التاريخ، وبطل نفوذ مصر في فلسطين وسوريا بعد قيامه ب 16 حملة عسكرية. هي كده وجود الملك تحتمس الثالث في مجال الحرب. ننتقل للمجال الثاني وهو مجال الاداره. بيقول لك قام الملك باحضار ابناء الاقاليم الاسيويه. طب يا ترى ليه تحتمس الثالث احضر ابناء الاقاليم الاسيويه ليعلمهم في مصر
حتى يتربوا على الولاء والانتماء لمصر. أيضا وطد علاقاته بملوك وحكام البلاد المجاورة وكسب ضد الأمراء الآسيويين مما أدى إلى تماسك الإمبراطورية ونشر الثقافة المصرية في بلاده. الملك اللي بعده سنة أولى الملك أمنحتب الرابع أو ليه اسم تاني إخناتون. الملك أمنحتب الرابع دوت لازم نتعرف عليه، هو تولى عرش مصر بعد وفاة أبيه أمنحتب الثالث، وكان في الوقت دوت عمره 16 عام، فتزوج من الملكة نفرتيتي. طبعا كل ملك بيبقى ليه اهتماماته بتختلف عن بقية ملوك مصر. الملك أمنحتب الرابع تميز عن باقي الملوك باهتمامه بأمور الدين والعبادة، فأقام أول ثورة دينية حيث نادى بعبادة إله واحد وهو آتون ورمز له بكرس الشمس. أيضا غير اسمه من أمنحتب الرابع إلى إخناتون وأقام عاصمة جديدة له تسمى أخيتاتون. والنتيجة كده إن صار ضده كهنة الإله آمون وكهنة الآلهة الأخرى. نشوف الملك اللي بعده في سنة أولى الملك توت عنخ آمون. الملك توت عنخ آمون ده خلف أمنحتب الرابع أو إخناتون في حكم البلاد، حيث أعاد إلى عبادة الإله آمون مكانته. أيضا أعاد عاصمة البلاد إلى طيبة مرة أخرى، ويعتبر هو أشهر ملوك الدولة الحديثة رغم ضعفه وبرضه صغير. وترجع شهرته إلى مقبرته التي تم اكتشافها عام 1922 على عظمة الفن المصري القديم. الملك اللي بعده الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني له أعمال خارجية وداخلية. خارجية حيث عمل على إعادة النفوذ المصري على بلاد الشام الذي قل بعد ثورة إخناتون، حيث خاض معارك ضد الحيثيين استمرت 15 عام أشهرها معركة قادش. لما يسألنا ما النتائج المترتبة على معركة قادش أدى إلى انتصار رمسيس الثاني مما اضطر ملك الحيثيين إلى عقد معاهدة سلام. نصت المعاهدة على وقف الحرب بين الطرفين وإعادة العلاقات الودية بين البلدين ومساعدة كل طرف للآخر في حالة تعرضه للهجوم. طيب ما المقصود بالمعاهدة؟ هي اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم العلاقات بينهم. طب تعالى نشوف أعماله الداخلية. اهتم رمسيس الثاني بالأعمال العمرانية حيث شيد سقف معالج أشهرها معبد أبو سمبل التي عملت منظمة اليونسكو على إنقاذه من مياه السد العالي، وأيضا أتم بناء بنور الأعمدة لمعبد القرن. نشوف الملك اللي بعده الملك رمسيس الثالث. من أهم أعماله هو المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين. نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر بريا عند رفح وبحريا عند مصب نهر النيل الغرب. أيضا تصدى القوات الليبيين، لذلك يعد آخر الفراعنة العظمى. طبعا زي ما احنا متعودين بداية أي دولة أولها قوة وازدهار ونهايتها ضعف ودمار. سقطت الدولة الحديثة نتيجة تولي الحكام ملوك ضعاف، الحكم ملوك ضعاف بعد موت الملك رمسيس الثالث، وازداد نفوس الكهنة. آخر حاجة هنتكلم عنها مع بعض العصر المتأخر، أو بيطلق عليه عصر الاضمحلال الثالث. والمقصود بالعصر المتأخر هي الفترة التي اعتبرت سقوط الدولة الحديثة، وده شمل الأسرات من 21 ل 30. وهنشوف أهم الملوك: الملك أبسمتك الأول والملك نخاو الذي استكمل مسيرة التقدم وكده انتهى نهاية الحكم الفرعوني عندما غزت فرس مصر عام 525 وقضى على الأسرة 26 واستمروا يحكمون البلاد حتى الأسرة 30. وتعاقب على حكم مصر بعد الفرس اليونانيين والبطالمة والرومان حتى جاء الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص وخلصها من يد الرومان عام 641. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.